اصحاب الكواليس. انا جيت عندي سؤال خفيف ظريف وغنمشي. نعم. علاش ما درتوش هاد الجمع الاستثنائي في الفيلا عندك بحال اللقاء اللي درتي مؤخرا؟ بغيت ندير انا 3000 فيلا وانت حيت عرضتي على دوك الناس اللقاء كي درتي دخلتيهم؟ كنت عندي الفلوس الحمد لله ندير فيلا ونجيب الناس عندي، علاش ما نديروهمش؟ ولكن هذا المؤتمر هو مؤتمر، زيد هذه الاسئله غريبه ديال الكواليس. حيت انا قريت ديك النهار قال لك لا راه ما خلاوش يدير واحد اللقاء، واللقاء داروا في الفيلا، داك الشيء علاش سولتك واش الطاقه استيعابيه؟ ما درت حتى شي لقاء بشي فيلا الحمد لله، ما كاينش هذا الهضره. كيشعلوا العافيه شي شويه. ما عرفتش كاينه حتى تصويره بانك في الدارك وكعب غزال واتا. درنا لقاء الحمد لله واسع وحضر له المئات وكانوا الناس ناشطين وتواصلنا مع المغاربه. يعني ما كاينش مشكل في هذا الشيء. شنو المعنى الحقيقي ديال الاستثناء؟ علاش كتحطوا راسكم في واحد الاطار بانكم انتم الحزب وانتم الاستثناء المغربي؟ الا عرفنا بان الاستثناء المغربي راه استثناء مغربي ماشي. عمرنا قلناها وبغيت الكواليس يتقوا الله يطرحوش الاسئله اللي ما تصححهاش. المغرب هو الاستثناء ماشي الحزب هو الاستثناء.